لانه انتوا كنتوا كل شيء كل شيء كل شيء بحياتي. بعدكم كل شيء. بس انتوا هلا كبرتوا وصار في عندكم حياتكم الخاصه ويمكن بطلتوا بحاجه لإلي. بعدين انا قدي بعد بقي لي يعني من هالعمر؟ بليز ما تقولي هيك. ماما طولنا لا. عمري. شو عم تحكي؟ انه قدي بعد بدي اعيش كم سنه؟ فقلت انه يمكن لاول مره فكر اني اعمل شيء لحالي كرمال حالي يعني. لاول مره بتجرأ اني قوم بخطوة كرمال حالي. بتمنى ما تفهموني غلط. خلاصة الموضوع عادل عرض علي زواج. هذا الصمت سبحان الله تقوم لأيامي من بعده هلا بتشوفي عادل عرض عليك الزواج انت على الأغلب وافقتي ست لينا ألف 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 مبروك أنا كتير 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 انبسطت لك ما بعرف يعني هيدا من جهتي ماما نحن مأكدين إنه هيدي منا ردة فعل ما هيك؟ بالأول لما تعرفنا على متر عادل عرضنا بس بعدين مع الوقت تقبلنا إنه ممكن تتقابلوا وتظهروا مع بعض بس زواج ما فهمت شو يعني انتوا بحاجه لهالشيء